مساكم الله بالخير والرحمة. الله فيك. يا مرحبا يا ابو احمد. شو اخبارك؟ الحمد لله صحة وعافية. الله فيك وربعك. هذا كله بخير صحة وسلامة. ابو محمد اهلا وسهلا. بشرنا عينك علومك. والله بخير وسهالة الله. يا مرحبا. واليوم نحن في هذا الشهر المبروك. يا مرحبا. عادة جاينا اليوم ابو احمد. اي نعم. ويقول مثقل على الفطور ولا؟ ايه مذكر. ايه شو فطرت اليوم؟ فطرت عمرك عيش ولحم. عيش ولحم بالخمسه والله. كبس كبسه بالخمسه هاي. ايه ما حس عمري مشتب من كذا. كان يموت عني. سلامتك سلامتك. عاد زعل منك. وانا نيو صايم لو شفت قدامي شيء طيب لاكل لحم العربي. يا سلام. سلامتك سلامتك سلامتك. اليوم عازمينك العيال اليوم. العيال مفطور عندهم. ربي يحفظهم لك. اليوم عاد بنخليك تهضم ان شاء الله في السوق في جولتنا هني بتهضم ما عليك. وبنحليك بعد بقصيده كتب لك ابو محمد يقول لك وقف يا النقبي بحاكيك. شو ابو محمد؟ يقول وقف يا النقبي بحاكيك. وقف وقف يا النقبي بحاكيك. حاكيك. متى لفيت وجيت في السوق؟ السوق. متى لفيت وجيت في السوق؟ واشتري شيء باي سليك. سليك. اشتري شيء باي سليك. وانت بعد لي لك بعد ذوق. ذوق. وانت بعد لي لك بعد ذوق. اشتري شيء باي سليك. وانت الذي لي لك بعد ذوق. بقفر وتراني اثاريك. يا سلام. بتقفر تراني اثاريك. ولو ركبت عواهر النوق. الله الله. بس بتقفر اثاريك. بقفر وبتقفر اثاريك. ولو ركبت على ظهر النوق. ولو ركبت على ظهر النوق. ادخيلك ادخيلك خذني لا تخلي. لا ادخيلك خذني ما بخليك. خليك. يا سلام. بسافر وياك على ظهر سنبوق. سنبوق. ادخيلك ادخيلك. آه خذني لا تخلي ما بخليك. ايه بسافر وياك على ظهر سنبوك. على ظهر سنبوك. وقف يا النقبي بحاكيك. وقف. متى لفيت وجيت في السوق؟ في السوق. سلمت سلمت يا ابو محمد. يا سلام. بعد قام يقصد بك يا ابو احمد. شوف خلاص انت الحين الوليف ما يحتاج. الصديق. الصديق والوليف ترى هذه يوم الناس نعم. تتوالف مع الناس. تتوالم وياهم. هنا هذه المحبه. بصير يقول ها لو على ظهر نوب. على ظهر نوب. نوب. يا سلام يا سلام عليك يا ابو محمد. اليوم عاد نحن نبنسير شويه في سوالفنا على الامثله الاوليه ابو احمد. اي نعم. شو تحفظ من الامثله الاوليه ابو احمد؟ احفظ شيء مبكر. اي مثل شو؟ مثل يوم تصير ويا الربيع وتوكر تصير يبل وتوكر محلف. هي. توكر الصديق توكر الخوي توكر الصديق الخاص. هي من معرفه الدنيا. هي. لا شيء الامثال الاوليه يعني نحن اللي نعرفه من الامثال البسيطه يقول لك اللي في القدر يظهر الملاس. يظهر الملاس. إيه. وعندك اللي ما يعرف له الصقر يشوي. يشوي. إيه. هاي الامثله يمكن البسيطه اللي نعرفها. إيه. ولكن شيء بعد امثله. فيها امثله. كانوا يقولونها الاولين. تحفظ شيء منها ابو احمد؟ والله نسيت. تركناه شيء ونسينا. هي نسيتها. ابو محمد ما ادري تحفظ شيء منهم؟ نعم. هي شو تحفظ من الامثله هذه؟ يقول لك ليه مطيت اذنيه؟ هي انتفخ بطنه. ليه مطيت اذنيه؟ انتفخ بطنه. انتفخ بطنه. شو هذا عاد؟ عاد اخلاف هو عاد عند الاجابه. هي عند ابو احمد تعرفه؟ اي انا اعرف خبرني هو. خبرك؟ ليه مطيت اذنيه؟ انتفخ بطنه. انتفخ بطنه. الحين هذا السؤال لي انا. زين شوف البر في البر ولا في البحر؟ عاد ما ادلك انت شوفها اليوم. ساعدنا عاد ابو محمد. اذنيه اذنيته اذنيه وين الحين ابو محمد تساعد الاوادم كلهم في السوق ما تبي تساعدني انا؟ اقول لك الحين ليه مطيت اذنيه؟ هي انتفخ بطنه. في البر ولا بحر زين؟ بحر. بحر. في بحر. الحين ثلاث اذنينها. لا يبالنا نفكر بها هذه. زين شيء في السفينه؟ في المحمل؟ ايه ايه في المحمل؟ ايه في السفينة. اي ليه مطيت اذنيه؟ انتفخ بطنه. انتفخ بطنه. ايه وشوف ابوك شو
السفينه القربه؟ لا 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 زين، شيء كبير ولا صغير؟ لا كبير. كبير؟ شيء كبير، شو لونه؟ والله لونه ابيض. ابيض؟ ايه. الاشراع؟ الاشراع، وصلت. وصلت؟ يا سلام، وين جاي ابو محمد؟ خارج. هو مخبرنا. هذه العلوم ابو محمد نحب بعد نتخبر فيها الناس هني ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله عندهم الخبر. هي الحين بنشوف ان شاء الله اذا معلوماتهم حاضره وياهم ولا. الحين بنشوف من تخبرهم. يلا ويهنا. حياكم. يا يا مرحبا. هي غايت حياك. هذا اليوم ابو محمد وابو احمد قبل ما نبدا بنبخركم بنطيبكم من العذار الى العطور. زين ما شاء الله طيبهم طيب وما يقصر. الله اكبر. تعالوا بنبخركم. نعم. السلام عليكم. يا مرحبا. خليك ويانا دامك موجود هنا بنطيبك ويانا وبنتخبرك بعد عن التراث مكه عنده. حياك حياك ابو صديق الخاص. ما شاء الله. زين اول شيء نطيبك. تفضل. يا سلام طيب الابطال هاي الصغار. يا سلام يا سلام ابو محمد. نعم نعم. طيب تطيب تطيب ان شاء الله ان شاء الله. ها ابو احمد الله يخليك بارك الله فيك. السلام عليك. زين عقب ما تطيبنا اعطونا الميكروفون يا شباب نتعرف على الرجال. وهني نمسيك بالخير ويا مرحبا. يا مرحبا فيك. معك ايمن علي من خور فكان. ايمن علي من خور فكان. نعم. ما شاء الله ايمن اليوم موجود في السوق. نعم. يعني نتمشى شويه ونشوف الاشياء التراثيه والاماكن التراثيه مع العيال شويه. يا سلام. اخذت عطور من العذاري ولا يعني شويه قاعد نطالع بعض الاشياء. زين لا عليك ما شاء الله العذاري ما شاء الله. نعم. بخورهم طيب وعطورهم طيبه. نعم. وان شاء الله ننحن بعد بنعطيك من طيب الاسئله والتراث بالتالي. ان شاء الله ان شاء الله تعالى. شو اخبارك في التراث؟ ربي يعافيك. الحمد لله امور طيبه ولي في التراث يعني كمسابقات واقدم في ايام شق التراثيه اللي مضت في خور فكان. قدم فيها ثلاث ايام اوريدي انا بعد ادام في مكتبه خور فكان العامه. ما شاء الله. فلي في الكتب والاشياء التراثيه هذه. يعني اليوم ابو محمد اللي كنت توصي به اللي يقرون هذا نعم. ما شاء الله عليه انسان يقرا ويعرف. هذا المطلوب هذا المطلوب. نعم. وان شاء الله ان الاجابه تكون عنده. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. سؤالنا بسيط ان شاء الله راح يكون عليك. راح نشوف سؤالك. اعطونا السؤال يا شباب. هذا السؤال وصل وسؤالك يقول راح نروح بك ان شاء الله لمنطقه النحوه. نعم. يقول لك احد المعالم القديمه في منطقه النحوه وهي صخره كبيره قديمه وهي معلم تراثي وتاريخي بارز في منطقه النحوه. شو يسمون هذه الصخرة؟ شوف أنا كاسم الصخرة أنا ما أعرف شو اسمها. إيه. لكن أعرف عن في شو ولا شو يستفادوا منها أو شو ميزتها أو شو الهدف منها. خبرنا شو اللي تعرفه؟ الهدف منها أو الميزة منها إن هي حصاة كبيرة موجودة في منطقة النحوة. إيه. وعلى الأشخاص أنا ما أعرف اسمها لكن نتوقع إن تكون هي. إيه. على الشخص أي شخص منهم يحب إنه يتزوج إيه بس يحاول إنه يرفع الصخرة هذه أو إنه يشيلها. يا سلام. فإذا قدر إنه يشيلها. فيقول ان الانسان هذا كفو يستاهل الزواج. حلو. فاذا ما قدر نشيلها يحاول مره ثانيه يعني نشيلها. يا سلام. انا هذه طبعا شفتها من الفيديوهات كانت موجوده تحطها بالتلفزيون قناه الشارقه قناة الشرقيه على ايام المرحوم خلفان الوالي والي النحوه وبعدين ولد عبد الله خلفان الوالي نفس الطريقه كانوا بعد شفت على فيديوهات يتكلموا عن الصخره. زين يعني الغايه من انهم يشيلون الصخره هذه. نعم. هو انهم يزوجون. نعم. ولكن اليوم خلافنا على اسم الصخره. لا حتى الحين انا اسمها ما اعرف لكن اعرف اعرف عشان يستفادوا منها. بيساعدونك ابو احمد وابو محمد ان شاء الله ما بيقصرون وياك. ان شاء الله تفضل. خلينا نشوف ابو احمد. ابو احمد. نعم. صخره في منطقه النحوه في بلادكم. نعم. شو يسمون الصخره هذه؟ يسموها صخره الزواج. هي. اللي بيشلها هو ويا بعد يتزوج. صخره الزواج. ما يقدر يتزوج. هي. يسمونها؟ صخرة الزواج. صخرة الزواج. الزواج. ومعروفة قديمة. معروفة قديمة تاريخ يدودنا يدود يدودنا يقول هاي الحصان ما يودش ما شاء الله. زين. أبو أحمد قال لك يسمونها صخرة الزواج ومعروفة لها تاريخ قديم جدا. نعم. من يدود يدودهم. صحيح. بنشوف أبو محمد يمكن عنده رأي ثاني. يمكن. أبو محمد. نعم. صخرة في منطقة النحوة ومعروفة ولها تاريخ. شو يسمون الصخرة هذه؟ والله هاي يقولوا لا صخرة الحظ. صخرة؟ الحظ 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 لا هذا قدر الحظ هي يعني اذا قدر يشلها فالحظ يقوم له هني ويزوجونه الحظ ولا ما الجواب يعني هي تمشي للاثنين لكن انا اقول ان هي بما انها يعني يخص الزواج فاتوقع بيسمونها صخره الزواج
لان انا اتوقع هالشيء. ليش؟ لان يخص الشيء يعني موضوع فيه زواج اسمها صخره الزواج، اما هي موضوع كحظ يعني ها يعني 50%، لكن صخره الزواج تقدر نقول 90%. بس يمكن حظ، لان حظه يقوم يتزوج يزوجونه. والله استبعدها شويه، انا اقول استبعدها انا اقول هنا صخره الزواج اسمها، لان موضوع فيها زواج. اما متأكد؟ اقول 90% متاكد، اما حظ صخره الحظ يعني ها يعني 50% ما متاكد منها. يمكن، لكن صخره الزواج انا قلت متاكد منها 90%. ليش؟ لانها قريبه من الموضوع اللي هو اللي يخصها، اللي هو كصخره الزواج موضوع يخص الزواج. زين، شو رايك ابطالك يحسمون الموضوع؟ شو رايك بس صخره الزواج ولا حظ؟ صخره الزواج مو بالحظ يعني اكيد. وانت صخره الزواج. وها هنا صخرة الزواج. صخرة الزواج. كلهم يبون، كلهم يبون. ما شاء الله. زين، أبو أحمد شليت الصخرة قبل أنت؟ إيه شليت. جبابك شليتها؟ إيه شبابك. الحين ترومت شلها؟ لا الحين أنا خلصت. ما ترومت شلها؟ لا الحين أنا خلصت تيمي خلصته. إيه أنت عاد أبو محمد ما أدري ترومت شلها قبل ولا؟ والله زرت أنا هاي المكان. إيه في زمانك. الحب صادفني الحب. يا سلام، انت عاد قبل تخبرنا شيء صخره بعد في شيص يسمونها صخره حصات المن. حصات المن. صخره المن. حصات المن. حصات المن. الحين شلوها مو موجوده. شلوها. زين، خلاص نثبت اجابتك. نثبت صخره الحصى. صخره او صخره الزواج. زواج. 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 موافقين انتم؟ خلاص اكيد. صخره الزواج. صخره الزواج. زواج. قول نعم. نعم. والله تستاهلون الف جائزة، مو بجائزة واحدة، هذه جائزتكم وصلت. هذه الجائزة الأولى مقدمة لكم من قناة الشرقية لكل وهيئة الشارجة ذاع التلفزيون بقيمة 1000 درهم، وهذه جائزتكم الثانية. أنتوا إذا كنتوا تشترون العطور من هني، نعم، نحن نقدمها لكم هدية من العذار العطور، ما مقصرين. الله وعليكم بألف ألف ألف عافية. الله يعافيك، مشكورين، ما قصرت على البرنامج الطيب اللي كل سنة تثرون فيه معلومات تراثية ومعلومات ثقافية. الله يسلمك. الله يحفظكم. الله يحفظكم، مشكورين، ما قصرت. الحين عاد أبو أحمد وأبو محمد، من بعد ما عرفنا المعلومة مع الجماعة هني، صخرة الزواج كان لها أهمية ولا زالت؟ إيه أهمية. وكانوا الأوليين يوم بيشلون الصخرة، واحد بيشل الصخرة كان يتدرب عليها شهور. إيه يتدرب. والوقت اللي بيشل فيه يتجمعون الحريم والرجاليين صوبه. يشوفوه. ويشوفونه، وإذا ما شلها شو يسوون؟ ما شلها. يضحكون عليه. إيه يقول تم الله. إيه ما وعقب ما يزوجون. يوم يخوض ولوان يروج حتى يتمرن. يا سلام. حتى هلا قدام الناس. خلاص خلاص الرجال لازم حصاها سويوا الرجال هذا. يا سلام. جمل، الحين بنسير من الليبال ومنطقة النحوة للبحر وبنشوف البحر شو عندنا من علوم اليوم. يلا حياك. يقول يا متاع السوق يا ابو احمد. يا متاع السوق، هذا الشراد يتكا يا زبونه. ايه عندنا ذهب صافي مصفى والاف عندنا خارجونا. يقول السلام عليكم. السلام. تعال ابو احمد تعال بكمل القصيده ويا هالجماعه الطيبين. والله شيء طيب. شو اخبارك؟ الحمد لله. تعرف عليك؟ خالد خليفه. خالد خليفه. خالد. من وين يا خالد؟ من المغرب. من المغرب. يا مرحبا. وهني لا تجيني اسماء. يا مرحبا خالد. واسماء. من المغرب. من المغرب. من المغرب. زين، اليوم في السوق ما شاء الله نشوفكم، شو السوق معاكم؟ السوق الحمد لله ما شاء الله كله حيل. يا سلام عليك. والله انتم الجميلين اليوم في وجودكم في هذا الخرفه كان الحمد لله كله حيل. يا سلام عليك. حلوه والله، كثير حلوه. وان شاء الله انها معلوماتك تكون حلوه ان شاء الله. معلوماتك التراثيه شو ان شاء الله؟ التراث الاماراتي. والله تراث اماراتي ما شاء الله، على الجبال ما شاء الله، على الكورنيش حلو. لا تراث، التراث خلي الكورنيش الحين، هذا معلم سياحي. انت من متى موجود في الامارات؟ شيء بدي 50 سنوات هون انا تشتغل. خمس سنوات تشتغل في خورفكان. ما شاء الله. نادي. زين، خمس سنوات موجود في خورفكان. ان شاء الله ان معلوماتنا سهله بتكون عليك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب. سؤالنا بسيط ان شاء الله. يتكلم عن تاريخ وتراث دوله الامارات والمنطقه الشرقيه بشكل خاص، وسؤالنا يقول ماذا كان يطلق على اللؤلؤ؟ بيضاوي الشكل وفيه بعض من النقط الزرقاء، شو كانوا يسمونه في اللهجة المحلية لدولة الإمارات؟ حاول يمكن تطلع معاك. ما عندك اختيارات؟ نعطيك اختيارات. اختيارك أنت، خلص شو بنشوف. نعطيه اختيارات يمكن يتصابع عليها. أبو محمد. نعم. لؤلؤة شكلها بيضاوي وفيها بعض من النقط الزرقاء، شو يسمونها؟ سكني. يسمونها السكني. السكني. يسمونها السكني. يسمونها محمد قال لك يسمونها السكني.
بنشوف ابو احمد شو يقول. ابو احمد يسمونها الدانة. يسمونها الدانة. ابو احمد قال لك الدانة وابو محمد قال لك سكني. سكني. سكني ولا الدانة؟ سكني. ولا الدانة؟ سكني. الدانة؟ ولا السكني؟ شو ها؟ سكني. سكني؟ أكيد؟ إيه. أكيد؟ أكيد. ليش اخترت السكني؟ إن شاء الله. اليوم شكلك ما مثقل بالفطور. لا والله شوية حريرة وشوية أكل مغربي والله. الله على الأكل المغربي الجميل. هو خفيف. إيه عاد ما شاء الله. اليوم أبو أحمد ما شاء الله فطر عيش ولحم. إيه والله ما شاء الله. ما شاء الله عليه. وكان جايلنا عطشان. فالحمد لله. الحين أمورك طيبة أبو أحمد؟ الحمد لله. أنت شو فطرت أبو محمد؟ ما يحتاج. ها شو؟ ما بننظلك ما علي قول. ها شو خفي ولا خجلت؟ يا صبابين القهوه زيدوها هيل. ايه اغنيه هذه. بس هذا هو. هذه اغنيه فطرت قهوه؟ ايه. زين الحين اخترت شو؟ السؤال الاول. شو كان؟ ايوه سكني. نسى هو نسى. سكني خلاص نثبت. ثبتنا ثبت الحمد لله. اكيد؟ اكيد. اذا طلع الغلط الله يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله. امين يا رب. والله نحن ابو احمد حاولنا نساعده. الدانه الاولين معروفين يسمون اللولو. الدانه في انواع من اللولو يسمونه الدانه. كان يستاهلوا الناس قبائل وبلادنا. والله انهم يستاهلون. وهم اختاروا شو؟ والله اختاروا ايش اسمه؟ اختاروا السكني. السكني اللي هي اسمه. روح ينسى الحين. هي اختاروا شو؟ السكني. السكني والله اجابتك صح تستاهل جائزتك بقيمه 1000 درهم مقدمه لك من قناه الشرقيه وهيئه الشارجه اذاعه التلفزيون وعليك بالف عافيه. هذاك يغني واحد مغربي يقول سكن في قلبي. ايه مغربي اللي يغني ابو محمد. شو قال؟ قال سكن في قلبي. ايه ريته يوم الانعاس. هذا مغربي؟ ايه هذه قصيده بدويه ابو محمد. تراهم بدو بعد في المغرب. يا سلام. يا سلام. الله يخلي شيوخ الامارات ان شاء الله طول الدوام وارحم الشيخ زيد. امين يا رب. ان شاء الله تبقوا فوق فوق ان شاء الله. امين اجمعين يا رب. وجودكم بلادكم الثانيه. نحن وجود الشيخ سلطان. وجود الشيخ سلطان. نعم اشهد الشيخ سلطان والله اعظم انسان شفناه على الحور والحمد لله. ما شاء الله والله ما شاء الله. نتمنى لكم انكم تستمتعون في السوق ان شاء الله. وعليكم جائزتكم ان شاء الله. نشوفكم الايام الجايه. شكرا شكرا وشكرا لاذاعه الشارقه وشكرا لكم. شكرا ما قصرت. الله يحفظك. زين ولا قال شيء اغنيه مغربيه محمد؟ اغنيه مغربيه؟ شو تقول؟ شو تقول مره ثانيه اعطني اياها بحفظها عن كثير. زين نشوف الجماعه هني بما انهم العز خلنا نتخبرهم يمكن يكون عندهم بعد معلومات اليوم ونستفيد بعد. سكن في قلبي. سكن في قلبي. اي وضربني فيه نعاس. يا سلام. هذا المغرب. حياك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا. تعرف على اسمك؟ اسمي ام ايمن. ام ايمن يا مرحبا. وهني احلام. احلام ما شاء الله. ام ايمن اليوم في السوق ما شاء الله وقاعده في احد المقاهي الموجوده هنا. هذه تراثنا. يا سلام. الغصن. مستمتع في المكان؟ والله مستمتع طول عمري استمتع بالسوق هنا. يا سلام. من قبل ما يتصلح ولا يتبني ولا شيء. من متى في خورفكان؟ انت اهل خورفكان؟ نعم. من متى في؟ لا انا من خلكم وياي ابو محمد وابو احمد خلكم وياي. انا من جنب المسافه. ايه انت عشتي في خورفكان؟ عشت فيها 20 سنة. ما شاء الله، يعني تعرفي في تاريخ خورفكان؟ أنا هنا من سنة 75. ما شاء الله تبارك الرحمن، زين، سؤالنا إن شاء الله راح يكون خفيف عليك. إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله إنك بتعرفي إجابته. إن شاء الله. زين، سؤالنا يقول شو هو الغرياف؟ الغرياف؟ الغرياف. ها؟ ما وين ال 20 سنة؟ بشوفها. ما أنا ما ها؟ والله انا دلوقتي 45 سنه بقى لنا 45 سنه اي من سنه 75. يلا ابي الغرياف الحين شو معناته الغرياف؟ والله ما قلت على قالي هالاسم الغرياف ما سمعتي قبل؟ لا والله. لا في بحر لا في بر لا في جبال لا في اي مكان؟ انا اعرف ان طول عمرهم بيطلعوا البحور من ايام الكويت وايام الامارات يطلعوا هي. البحور ويقعدوا بالشهر والشهرين. يا سلام. زين بس سؤالنا اليوم على الغرياف مو في البحر في البر. ما اعرفه. ها تعرفي شو الغرياف؟ غريب. غرياف شيء يغرفوا فيه. ما ت... ها يغرفوا فيه. شو يسوون؟ يغرفوا فيه. يغرفون فيه؟ لا قالك غريب تغريب يقول غريب لي تغريب تغريب. زين شو رايكم ابو احمد وابو محمد يساعدونكم؟ ويا ريت والله ونعم فيهم. الغرياف ابو احمد عود الغاف.
عود الغاب. اي نعم الغاب هو الغرياب. يعني هو الغصن؟ الغصن اللي مايل هو غصن الغاب. يسمونه؟ غصن الغاب. غصن الغاب يسمونه الغرياب. الغرياب. جميل. واحمد قال غصن الغاب، غصن شيرة الغاب. يمين. لما تكون مايلة يسمونها الغرياب. أبو محمد. يمين عود الطرف اللي عاد مر إذا كان عريان. يا سلام. اليمين. الله الله. غرياب. زين الحين ساعدهم. أنا أقول العروق. عروق عروق الغاب. عروق الغاب. أبو محمد قال لك والله الغرياب هي عروق شيرة الغاب. أبو أحمد قال لك والله هي غصن. غصن عود الغاب. غصن عود الغاب. يمين عود الطرف. شو تختارين؟ عند أبو محمد ولا أبو أحمد؟ أيوه. كلهم خير وبركة من عند أبو أحمد. من عند أبو أحمد؟ إيه. أكيد. على غصن الغاف؟ على الله. يمين. ها؟ يمين عود الطرف. هل يمكن في إجابة ثانية؟ عند أبو أحمد؟ أكيد. شو كانت الإجابة زين؟ ها؟ شو يقول؟ الغصن المايل. الغصن المايل من شيرة؟ الغاف. الغاف. يسمونه؟ يمين. شو يسمونه؟ يمين؟ لا الغرياب. الغرياب. يسمونه الغرياب. والله نحاول نساعد. جزاك الله خير. ولكن يظهر لنا ما في نصيب ان نحن نروح وما نعطيهم جائزه. يستاهل يستاهل يعطيهم العافيه واجابتهم صحيحه. يمين يمين يمين. اول جائزه مقدمه لكم من قناه الشرقيه وهيئه الشارجه للاذاعه والتلفزيون بقيمه 1000 درهم. وجائزتكم الثانيه من محمصه الدانه. يعطيكم الف عافيه وما قصرتوا. كل سنه وانتم طيبين وعود عليكم بخير. خلوه كتب. هي لازم. ورمضان كريم عليكم ان شاء الله ونعيش في الامن والامان من حوالينا. نعم حوالينا الشيوخ. اي ما شاء الله حوالينا الشيوخ الله يديهم الصحه وطول العمر ان شاء الله ويخليهم فوق راسنا. هي. ونعيش في امان وامن وامان ان شاء الله. آمين يا رب العالمين. ما قصرتي. جزاك الله خير. تسلم يا ابو. الله يحفظك. زين الحين ابو محمد وابو احمد اليوم سالناهم عن غرياف وسالناهم عن الدانه وسالناهم عن الحصى واليبال. بنشوف سؤالنا الحين شو بيكون ان شاء الله. يلا حياك. يلا ما شاء الله هالمكان الطيب. طيب محمد. نعم. نعم مكيف. نعم وبراد. نعم. ما شاء الله هني قهوة البندر وهني ما شاء الله أمور طيبة وأماكن جميلة الواحد يروم يستمتع. نعم. فيها ويستمتع. تراث هذا التراث. التراث الطيب. بتخبر هالشباب هني. السلام عليكم. حياكم الله. تعال ابو محمد ابو احمد حياكم. يا مرحبا. تفضل تفضل حياكم الله. مهند الريسي. مهند الريسي ونعم والله. مهند القطاعي. وما راح بالسعر ما شاء الله اليوم السوق. اي نعم والله حابين نتمشى شويه. خلصنا التراويح نتمشى. يا سلام شو فطرتوا اليوم خبرونا. والله فطوركم ثقيل ولا خفيف؟ انا سوداد. هي سوداد. يعني انت عندك حميه غذائيه مره. خلاص مره. شو فطرت زين يعني؟ تعرف روب على التمر موي هذا قبل الفطور. بعد الفطور وقفنا شويه. السحور بتضرب ضرب. ايوه بالضبط. وانت خفايف؟ والله خفايف الحمد لله. يا سلام اهم شيء انك مخفف اليوم عشان تعرف تجاوب. اي نعم اكيد. وان شاء الله انها بتكون عندك معلومه ان شاء الله. ايش اخبارك في التراث؟ الحمد لله تمام مره. مرة. 100% تعرف يعني مره. كم بالمية؟ 100% 100% ابو محمد. نعم يقول لك 100% يعرف من القدر بيظهر من الله. ايه الحين بنشوف ال 100% زين. وانت كم بالمية؟ انا تعطيني ها 90. 90 نستفيد نستفيد من ابوانا اليوم تحول. يا سلام يا سلام. لا ما بتفتت عمرك اليوم بنشوف معلوماتكم بتعرفونها ولا لا. سؤالنا راح يكون خفيف ان شاء الله. وان شاء الله ما بنهجل عليكم المعلومه. سؤالنا يقول شو هو الصارود؟ عندك النابه؟ يلا وين ال 100% بشوف الحين ال 100%. لا فعليك الحين انت 90% هنا. هي الحين انت بلمستوي. الصاروج وضح لي يعني. صاروج الاول كانوا يسمون هي ماده. هي ماده ما نعرف شو هالماده. هل هو ماي؟ هل هي ماده ثانيه يعني خاص شيء البحر مثلا؟ لا مو في البحر. ما في البحر. ايه وين؟ هاي في البر. راعي لمية وينك؟ سمعنا صوتك. الله قلنا له قال 100% بعد يلا سخن يسخن. ايه يسخن. يسخن صاروج اسم ما سمعته. ما قد سمعته قبل؟ لا انا صراحه سمعت. هي مو بغريب الاسم.
بس انكم ما تحضرون المعلومه الحين. يا سلام عرفت. زين دام ما تحضركم المعلومه بنشوف ابو محمد وابو احمد. ابو محمد. نعم. صاروج شو هو؟ والله هي صاروج ماده من ماده هي اسمها يص. هي ماده ماده اليص. وكان حق شو يستخدمونها؟ يستخدمونها حق الافلاج، حق البناء. البناء هي الافلاج. زين ابو محمد قال لك والله صاروج هو ماده اليص كانوا يستخدمونها في البناء، يبنون فيها الاول. يعني بديل الاسمنت صح؟ ايه الاول كانوا في بعض المواد كان من نفس الطبيعه يستخدمونها. بنشوف يمكن ابو احمد عنده شور ثاني. ابو احمد انا اقول عين الماء. الصاروج عين الماء. هي عين الماء. ها دام انت قلت شيء ما يخصه بالماء اتوقع. لا انا ما قلت لك شيء ما يخصه بالماء، انا قلت لك شيء ما يخصه بالبحر. هي ما يخصه بالبحر. والله اتفق مع ابو محمد اللي هي ماده اليص. متاكد؟ هي اللي بديل اسمنت. يمكن حجر على حجر شو يكون بينهم؟ يمكن هذا الصاروج. متاكد؟ يمكن عين الماي. والله الواحد يغلط بس نجرب. ها. يعني مع ابو محمد. متاكد؟ اكيد. اكيد. واذا طلع غلط ال 100% وين بتصير؟ والله راح تنزل شويه بس بيستفيد بالنهايه. بيستفيد بالنهايه بيطلع هو عارف شيء على الاقل. عرفت؟ ها ابو محمد راجعهم الحين يقول يا يبون عين الماي يا يبون اليص. يختارون. ايه. ابو احمد ليش قلت عين الماي؟ خلينا نشوف يمكن ابو احمد عنده شور بعد يقنع على ذي. ليش قلت؟ هذا ينخدم لعين الماي وينخدم للبنيان. هي. هذا الفلج اللي سواه هو عين الماء ينخدم له من حصى ومن اليص هذا. هي. وفيه لين البنيان. ها. ايوه زين ترى قلت لك انا يعني قبل ما كان في شيء اسمنت. صح. ولا طابوق كان يحط الحصى والحجر. ايه. بعدين اللي هو الماده هذه صاروخ. ايه. كيف يثبتونه؟ عن طريق الماده. يا سلام. يعني خلاص بتثبت؟ ايه حجر ولا حجر ويبني البيت. حجر ورا حجر. البيت يبني المدينه ووصلنا لهالحاله. ها. وين 100%؟ خلاص يا. ما اعرف انا عند ابو محمد. مره اكيد. والله انا مستانس معاكم في هالمكان الطيب الصراحه. سوالفنا. والله يفتح النفس. اي والله المكان ما شاء الله ممتع. انتم شو كنتوا تتشرون هني تبكم ولا شو؟ ايوه وجوال. لازم الجواب صح. الله عليكم. الله عليكم. زين الحين بنقولهم اذا جوابهم صح ولا غلط. والله ما ادري. شوف اذا جوابهم صح فنحن بنعطيهم جائزتهم، واذا جوابهم غلط قلنا لهم حياكم الله وروحنا عنهم. يستاهل. ونحن الحين بنقولهم ما يصير تروح. ما يصير. حياكم الله. الله الغالي. وقبل لا اروح عنكم نعطيكم جائزتكم. تستاهلون جائزتكم. هذه جائزتكم وصلت. اول جائزه لكم هي 1000 درهم مقدمه لكم من قناه الشرقيه وهيدي الشارجه اذاعه التلفزيون. وعليكم بالف عافيه. الله يعافيك. وجائزتكم الثانيه خلينا نشوف شو هي. ان شاء الله انها واهم شيء المشاركه قبل الجائزه. يا سلام عليك. جائزتكم الثانيه من المشاركه لازم قهوه البندر. قهوه البندر عطوكم وجبه سحور شخصيه. هذه طبعا قهوه البندر ما شاء الله. يعطيك العافيه. ما قصرت البرنامج. ما قصرت والله. ما يقصرون. عليكم بالف عافيه. الله يعافيك استاذ. الله يحفظكم. وياك ان شاء الله. اقول لك قول لهم اشتروا كتب تراثيه. هي. على اساس في دوله الامارات كيف هذه المعلومات صحيح على التاريخيه. ايه الله الله بالقرايه. لازم توحد الكتب. الحمد لله مره كل مكان. اليوم كتبت الحكمه. زين عليكم بالف عافيه. لان هذا ما تتركه. صح. زين الحين خليكم تستانسون في السوق. وان شاء الله انكم تستمتعون في وقتكم. وحياكم الله في اي وقت في هذا السوق. حياكم الله. ربي يحفظكم. حياكم. صاروج ابو احمد ها؟ صاروج اللي هو اليص. اليص. كانوا يستخدمونه في البناء. للبناء وللفلايه. هي. للماي هاي الماي اليص ما يظهر لنا برا. صح. يتم في الفلايه يمكن. يا سلام. وايد قوي اليص هذا. صح وكان ما شاء الله يعيش. يعيش سنين. سنين ما لا يطيح ولا. الاوليين استعملوا هذا الاوليين. وابو محمد اشتغل فيه اليص. نعم نعم. صاروج هذا اشتغل فيه. نعم نعم. قصينا منه وحرقنا. ما شاء الله. زين. الحين سؤالنا الثاني. راح يكون في الصيد ابو احمد ابو محمد. صيد البر البحر. صيد البحر. البحر. نشوف صيد البحر بما ان نحن على شاطئ خرفكان. بنشوف الناس اللي هنا عندهم خبر عن صيد البحر ولا لا. يلا حياكم. هذا نعم ابو احمد انت مالك في البحر؟ لا بس ابو محمد ما شاء الله يعرف. ما يحتاج. ايه
اليوم عاد العلوم ان شاء الله بناخذها عن البحر بالدرجه الاولى. الدرجه الاولى ما شاء الله. اي نعم. انا بنتخبر الشباب هني بعد. يلا بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. تعال ابو محمد ابو احمد حياك الله. الله يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله قهوه البندر ياسين. اي متشغفين في المكان الجميل ان شاء الله. سلام. ونشكر الله سبحانه وتعالى ووالدنا صاحب السمو حاكم الشارجه الله يحفظه. آمين. اللي سوى لنا هالمكان في مدينه خوفكان وخلانا يكون متنفس لنا نشوف الجماعه ونشوف الناس ونتسلم ونطمن، وهذا الشيء يعني مو بغيب على سموه الله يحفظه. يا سلام عليك. زين عاد اليوم في رمضان ما شاء الله الفطور لازم يكون شيء مختلف، شيء مميز. شو فطرت اليوم؟ انا الله يسلمك فطرت تجل ولا خفيف؟ لا لا خفيف الحمد لله. شو؟ كلت سمبوسه وسبونج رول شوي وكلت سندويشات دياي وبعد اللهم صل على محمد شيء بعد خلني اذكره يعني خفيف. خفيف ما كان وايد. صدق اللي قاله وكل سمبوسه وها ولا ضارب الخمس كان؟ والله ما كنت اياه. ما كنت اياه؟ ما قال لك؟ ها؟ لا انا ما اكلت اليوم صراحه. ما اكلت عيش. ما اكلت عيش. زين اول شيء ما قلت لنا شو اسمك؟ اسمي محمد خالد النقبي. ما شاء الله. نقبي. وهني احمد هيثم الحمادي. ما شاء الله. وهنا محمد هيثم الحمادي. ما شاء الله اخوان. ما شاء الله عليكم. زين نقبيين وحمادي ما شاء الله عليكم تعرفون في البحر من سكان خورفكان صح؟ نعم سكان خورفكان. سكان خورفكان ابو محمد وابو احمد وان شاء الله اللي معلومه عندهم ان شاء الله. شو اخباركم في التراث والتاريخ؟ والله الحمد لله شوي ما بين وبين. ما بين وبين. زين ان شاء الله المعلومه تكون سهله عليكم ان شاء الله تعالى. سؤالكم يقول وبنشلكم صوب البحر صوب السيفه ان شاء الله. ان شاء الله. يقولكم شو كان يطلق على المستطلع للصيد قبل الضغوه؟ مستطلع للصيد. المستطلع في واحد كان يسير يستطلع المكان قبل لا يسيرون الصيادين ويضغون في هالمكان هذا. شو كانوا يسمون هالريال هذا اللي يصير يستطلع المكان؟ في خيارات؟ حاول يمكن تعرف. لأن شوية يمكن في بعض المعلومات يمكن نتساهل من كثرة المعلومات التغاثية يعني. أنت لك في البحر ولا مالك؟ شوية يعني مو بوايد. شوية؟ إيه. وأنت؟ والله ما لنا في البحر. مالك في البحر؟ في الشولك عيل؟ ما أعرف والله مالي يعني. في البر في الزراعة في اليبال؟ وين؟ ولا شيء والله. ولا شيء. لا. وهنا؟ نفسه. زين. كيف قصدك على البحر؟ روح البحر نصيده. هي تروح البحر؟ ما تعرف؟ زي معلومات ما سمعت عن البحر؟ ما يرسم. سمعنا معلومات. سمعنا. شيء يا ربي حفظه. سمعنا معلومات. زين. بناخذ شور ابو محمد وابو احمد، شو رايكم؟ ونعم الشور الله يحفظهم. زين. ابو احمد، ابو محمد. نعم. قول لنا شو هو كان يسمون الريال اللي يسير يشوف المكان او يستطلع المكان قبل لا يبغون؟ شو يسمونه؟ هذا اللي هو يروح اكتشاف يعني. ايه يكتشف المكان. المكان. قبل لا يبغون. ايه. يكون هو هذا معتمد عليه. ايه شو يسمونه؟ يسمونه الشاي. الشاي او الشايب. اللي يجيب اللي يجيب اللي يجيب اللي يجيب شايب. حد يقول شايب حد يقول اللي يجيب. حد يسمي شايب حد اللي يجيب اللي كان معنا واحد. ايه على ما قال ابو محمد يسمونه اللي يجيب. هذا اللي يطرشونه عشان يشوف البحر يستطلع. ايه ويشوف المكان هل هو في استطلاع في صيد بريه في سمك ما في عشان يسيرون يبغون. ابو احمد اقول طارش. الطارش. الطارش اللي يطرشونه. ها ابو احمد قال لك الطارش اللي هو يطرشونه ويصير يشوف المكان. ها؟ الطارش. 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 ليش؟ لأنهم يطرشونه؟ يحس أقرب هي. ها وأنت شو؟ الخيار الأول لأن الطارش يطرشونه علشان يستطلع الأخبار يعني. هي. ها؟ لولا لولا. شو قال لولا؟ اللي يجيب. اللي يجيب. وأنت؟ أنا خلاص الحين غيرت شفت الثاني أفضل. الثاني أفضل؟ إيه لأن الطارش. أغيره وأنا أغيره. الطارش. هو عناد. الطارش. الطارش. وهنا؟ الطارش. الطارش. اللي يشيب. بعد اللي يشيب. الطارش. اللي يشيب. اللي يشيب ولا الطارش ثبت. اللي يشيب. اللي يشيب خلاص. اللي يشيب. وانت اللي يشيب. اللي يشيب. ليش ليش يسمونه اللي يشيب ابو محمد؟ انا فسرت انت الامور انها هي الاستطلاع. هي. عن قارب الصيد. هي. بدل ما يصيروا يتعنوا مجموعه يصير واحد. واحد. يستطلع هذا الشيء. هي. يسموه. اللي يشيب. اللي يشيب. على اساس هو يصير ان نتاكد ان في هذا المكان صيد. يا سلام. زين ابو احمد انتشرت علينا وقلت الطارش. الطارش اللي يطرش واحد من العسكري يطرش يصير يجيب فلان. ايه ويصير هو طارش بنفسه في البحر. بنفسه في البحر ولا في البحر هو الطارش. ثبتوا اجابه اخيره ابغي. اللي يجيب. اللي يجيب؟ ايه اكيد. اكيد. اللي يجيب؟ يجيب. 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 اكيد. اكيد. يجيب. طارش. طارش. طارش.
يجيب يجيب هي. يجيب يجيب هي. اكيد اكيد ما بتغير ما بغير ابدا ما بغير. وانت طلعت اجابتك غلط. كل واحد له شغف المحاوله، اهم شيء نحن نستفيد من المعلومات القديمه. يا سلام الله يحفظكم ان شاء الله. اهم شيء انك تجرب نعرف معلومه جديده. جزاكم الله خير جربتوا ولكن نصيبكم كان اليوم ان شفناكم. اهم شيء والله اهم شيء نشوفكم وقناتكم الموقره. الله يوفقكم ان شاء الله وبرامجكم المتميزه وزود على شوفتكم الطيبه. الله يحفظكم تستاهلون الجائزه. جزاكم الله عليكم بالف عافيه. اعطونا جائزتكم. جائزتكم هني مقدمه لكم من قناه الشرقيه وهي تشارك على التلفزيون بقيمه 1000 دولار. الله يوفقكم ان شاء الله وان شاء الله دوم قناتكم تكون في اعلى المراتب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خير على المعلومات التراثيه الطيبه اللي ان شاء الله احنا نستفيد منها. ان شاء الله نستفيد من هالمعلومات في المستقبل ان شاء الله والجيل الجديد يستفيد ان شاء الله باذن الله. لان هذا الشيء جميل اللي تسوونه. جزاكم الله خير. الله يسلمك. الله يوفقكم ان شاء الله. طلع اللي يجيب هو احمد ها؟ مو بطارش. حظهم طيب. كتب تراثيه. ايه لازم ان شاء الله هم بيقرون وبيعرفون معلومات ويستفيد. وشوفتكم طيبه اليوم. الله يسلمكم وجزاكم الله خير وما قصرتوا. واستانسوا واستمتعوا في قهوه البندر وعليكم بالف عافيه الشاي. وان شاء الله احنا نشوفكم في الايام الجايه ان شاء الله. جزاكم الله خير ما قصرتوا. الله يحفظكم. الله يحفظكم. زين ابو محمد وابو احمد الحين اسئلتنا لا زالت باقيه ان شاء الله وبنشوف بعد الناس هني إن شاء الله. هل عندهم معلومات ولا لا؟ إن شاء الله. هذه بنعرفها الحين. يلا حياكم. عظيم بس نوصي عليهم. حياك. بالكتب التراثية. حياك يا ابو محمد. يلا تفضل. قدم تقدم عندك يمين يمين. يلا بسم الله. يمين ابو احمد يمين. تفضل. يمين والله. لا والله عندك. لا والله يمين. تعال ابو احمد. هذه السنه والسالفه ابو احمد بعد مره من تخطاها ولا؟ هي السنه والسالفه. نعم نعم. تبدل يمين. تفضل تفضل. ولا شعورك ابو محمد؟ معلوم. ما يسوي يسار حتى المليار ما ينقطع الا على اليمين. انا اشهد. اللي على اليمين. اي نعم. انا اشهد. بعد يمشي علوم هاي ما لازم نتخطاها. نعم. وهني بنتخبر بعد كل الاوادم هني. السلام عليكم. يا مرحبا تعال حياك ابو محمد وياي تعال. مستعجل تبي تروح عنا ابو محمد انت؟ لا والله لا لا ما تبي تروح؟ لا وياكم بشارك. نتعرف هني على الجماعه. نعم السلام نعم عليكم. السلام ورحمه الله. شو اخبارك؟ لا حبيبك. شو رايكم تشاركون ويانا؟ ان شاء الله. عندنا لكم معلومه طيبه. وان شاء الله تاخذون عليها جائزه ان شاء الله. ان شاء الله. عرفنا عليك. رائد احمد. رائد احمد. يا مرحبا وهني؟ شيمه. يا مرحبا. من وين؟ خورفكان. من خورفكان. يا سلام. يعني معلوماتنا ان شاء الله بسيطه عليكم. ان شاء الله. شو لك في البحر ولا مالك؟ والله لنا في البحر. سير بحر. لا ما سير بس لنا في البحر. ما طلعت صيد قبل؟ لا طلعت ويا ربي الشباب. ايه زيلست مع الاولين سمعت عنهم شو كانوا يسوون الاول في المسميات. نعم زيلست. سمعت منهم. ايه سمعت. زين ان شاء الله ان معلوماتنا سهله. ان شاء الله. ولا ابو محمد؟ ايه نعم. زين سؤالنا يقول ثمرة الشيرة كانوا يستخدمونها البحارة والغواصين في رحلاتهم للعلاج وعلاجهم من الجروح بشكل خاص. شو اسم هذه الثمرة؟ ها شيمة؟ لا ما أعرف. ها ما تعرفين؟ لا. في الجبل يعني هي تكون تنقل في البر أبو أحمد ولا؟ تنقل في البر، تنقل في الجبل، تنقل في الوديان. هي الشيرة هذه. إيه. يستعملونها دولة؟ العدة؟ لا. مو بالعدة. ها شيء محاولة ثانية؟ ابدا. ها فكر. يستخدمونها للعلاج. صبار. صبار؟ سدر؟ ما ادري تاخذ شوربة ابو احمد وابو محمد؟ يلا بناخذ شوربة. زين ابو محمد. نعم. بناخذ منك الشور. ايه. قلنا لهم ثمرة كانوا يستخدمونها الاوليين الغواصة والبحارة في سفرهم. صح. كانوا يستخدمونها لعلاج الجروح. شو اسم الثمرة هذه؟ هذه في نوع اسمها سدرة. السدرة؟ هي. السدر يعني كانوا يستخدمون السدر للعلاج. هي. زين ابو احمد شو تقول لنا؟ انا اقول القرط. القرط؟ هو يروح ولا كل شيء ويستعملوه له للغوص وما الغوص وشيء اي شيء هو القرط. القرط؟ انا اقول القرط. زين ابو محمد قال لك هني السدر كانوا يستخدمونه الاوليين للعلاج. ابو احمد خالفه قال لا والله القرط. القرط كان معروف يستخدمونه للعلاج. بنمشي على شور ابو احمد. ابو احمد القرط. القرط القرط متاكده؟ شو القرط؟ مثل ما هو قال. شو هو القرط؟ شو هي سياره القرط الزين؟ كيف ثمرتها تعرف؟ لا والله
ما قد شفتها ابدا. القرط كيف شكل القرط ابو احمد؟ عمره في الشارع يعود مايل قرطه وتثمر ويستوي ابيض مثل الخنابيل هالشكل. هو هذا القرط. هذا هو القرط. وهاي يدقوه ويستعملون للروح ويستعملون للجهب ويستعملون لكل شيء. هو القرط. زين. يستوي في النخيل ويستوي كل مكان. كل مكان يستوي. كبيرة. زي. كبيرة تستوي. هو القرط. خنابيل يستوي هالشكلها. ايه وياخذونه يدقونه ويستعملونه حق العلاج. ابيض لونه. ابيض لونه. زين. ابو محمد ليش قلت السدر؟ هذا السدر بس هناك يقول القرطه يقول لو تدري بعلتي ما اذا استحضر بك. يا سلام. يعني السدر؟ هاي القرطه هي. السدر ولا القرط؟ القرط قالت. القرط قالت؟ انت شو تقولهم؟ تقولهم السدر؟ انا اقول هذا علاج سدر وما عاد اختاروا الحين. السدر بعد كانوا يستخدمون العلاج. علاج نعم نعم نعم. ها ثبتوا اجابه. القرط. القرط؟ القرط. القرط؟ القرط. اكيد؟ اكيد. خلاص؟ ما بتغيرون؟ توكل على الله. اجابتكم غلط. توكل على الله. يمكن غلط. يا عمي ابو احمد. ويا ابو احمد. خلاص؟ توكل على الله. توكل على ابو محمد. ما يبون السدر. ايه. السدر. يبون القرط. بيحتاجونه بعد يوم. بيحتاجونه السدر يوم. ايه يوم. نعم السدر ما نغني عنها ولا؟ نعم نعم. ولكن اجابتهم. ايه. انطلبوها. والله اجابتهم صح يستاهلون جائزة عليها وعطونا جائزتهم يا جماعة. أول جائزة عندكم مقدمة لكم قناة الشرقية وهيئة الشارجة على التلفزيون بقيمة 1000 درهم عليكم بألف عافية. وهذه مقدمة لكم من روز كازان كوبون فعليكم بألف ألف عافية وإن شاء الله تستمتعون بالسوق. الله يعافيك وإن شاء الله أن نشوفكم يوميا في هذا المكان الطيب تستمتعون بالوقت. إن شاء الله وياكم إن شاء الله ما قصرت. جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخوي رايك. سلم على أبوك. إيه عادي ملتقون الأهل لازم. عاد أبو أحمد ما يقصر. زين أنا باخذ شوية المشاهدين وياي. طبعا دائما لما ناخذ حياتنا في السوق هني نشوف التقاء الأهل دائما يوم يلتقون يسلمون على بعضهم يتراحمون. وياخذون علوم يجاوب على سؤال. بيجاوب على سؤال الحين بما ان احمد قال هذا بيجاوب على سؤال خلينا نسي نشوفه. عاد اليوم السوق ما شاء الله فيه شوي الكوس ضارب فيه ما شاء الله. ايه نعم ايه نعم. السلام عليكم. تعال حياك شو رايك تشارك ويانا؟ يا مرحبا تعال ابو محمد. ابو احمد اول شيء عرفني عليك. علي سعيد. علي السعيدي. علي سعيد. علي السعيدي. علي السعيد يا مرحبا. من وين؟ من عمان. من عمان يا مرحبا. زين اليوم عندنا لك سؤال بسيط في التراث الاماراتي وتحديدا في المنطقه الشرقيه. شو اخبارك في التراث؟ الحمد لله طيبه. ها الحمد لله. الحمد لله. زين بنشوف الحين ابو محمد هل هو معلومات ذاهبه ولا لا. سؤالنا ان شاء الله راح يكون سهل ان شاء الله. سؤالنا يقول هذا لا لا ما عليك الحين بنجوف. يقول لك شو كانوا يسمون طريقة تجميع الحبل للزبانة؟ شو كانوا يسمون الطريقة؟ طريقة الحبل؟ هي طريقة تجميع الحبل حق الزبانة. طريقة الحبل للزبانة يوم يزفنون الدعن. ها زبانة لا من عمان. من عمان كيف قايل ما تعرف؟ ايه ما شاء الله عندكم انتم تقريبا عندنا نفس الزبانه وعندكم الدعن وعندكم الحبل. انا بقول الترميم. ها ابو محمد. ابو احمد ايوه يساعدونك؟ كمبار اسوه يساعدونك؟ زين زين خلنا بيساعدونك. انا اقول الترميم. الترميم ايه يسمونه الترميم. ايه ابو محمد قال لك ترميم. ابو احمد الزوره يسمونه الزوره. الزوره الحين ابو محمد قال الحين بس انت الحبل ولا الزفانه يعني؟ الحبل هي طريقه تجميع الحبل للزفانه. تجميع كانوا يطلقون عليها مصطلح. ابو محمد قال لك الترميد وابو احمد قال لك الزوره. لا زوره لا ترميم. شو ترميم؟ ترميم اكيد اكيد متاكد؟ هي. يا ريال ترميم. عيمنا الله خير مره بدل مره ماشي ترميم. ترميم متأكد؟ متأكد. شو الترميم؟ ترميم اللي هو ترميم الحبل يجمعوه يعني تجميع. يجمعون الحبل. ايه. ابو احمد. قال الترميم ما يبل الزوره. يمكن ترميم. ها؟ يمكن هو يقول ترميم. زين ابو محمد شار عليه الترميم، ليش الترميم ابو محمد؟ لانه هو الترميم هذا الحبل هو اللي يكون يعني شيء مفترق. ايه.
لكن هذا لما يكونوا هذا الحبل او هذا المكان كان يعني مهجور مهجور كان مهجور وقام يقول لك يرمموا يقوموا يرمموا ان صار هو الترميم ترميم زورة ما صارت ما صارت زورة عمره ما صارت زورة ترميم ولا زورة ترميم تأكد مرة يا ريال مرة خلاص مرة أنت قبل زبنت الدعن ولا لا ما زبنت لكن شفت يعني وزفنت. سمعت المعلومة كان عندنا الخيوة قالوا وياهم يعني لكن والله معلومتك طيبة وإجابتك بعد صحيحة وتستاهل جائزتك أعطونا جائزتها هذه الجائزة وصلت أول جائزة مقدمة لك من دهن العود العطور بقيمة 100 درهم وهذه الجائزة الثانية مقدمة لك من قناة الشرقية وهي تجارة على التلفزيون بقيمة 1000 درهم عليك ألف عافية الله يعافيكم الله يطول عمركم الله يحفظك وخذ جولتك في السوق واستمتع مشكور حبيبي يا مرحبا حياك الله زين ترميم ابو محمد ماشي ترميم ترميم يعني الحين هذا الحبل يرمم الزفر العيد منه وكانوا يعني ماخذينه من الترميم للمكان كان مهجور ويرممونه يرممونه ايه ولا بالحبال من الليف النخل من الليف النخل كان من الليف النخل وسووا الحبل يقلدوه يقلدوه استوى طويل عقب يرمموه حتى يستوي منك لفه ومنه لفه وفي النص وهو يري صح سواليه مثل الغرفه كذا ما مربوط الرباط ما يجي صح سواليه مثل الغرفه هو يجي وهذا يزهل هو يمشي يسمونه ترميم حق الزبون والحبل من الليف يا سلام عليك زين هذه معلومتنا وبنشوف معلوماتنا الثانية هل بتكون هي بعد عن الدعون وعن النخل وعن هذا ولا لا ولا شعورك ابو محمد بنشوف نعم ايه الحين بناخذ ابو احمد حياك ويانا يلا بسم الله زين الحين العلوم اللي بناخذها عن الدعن وعن الزفانه ابو احمد انت خدمت الدعن قبل زفنت اي زفنت وقلدت الاحبال وغسلت اللي سويت الميال اول ميه تكرم طولك الميل ما شاء الله هالشكل السلام عليكم حياك الله تعال لازم تشارك ويانا بما انك انت طايف ويانا ابو احمد بنفيده معلومه عن الدعن بعد ولا ابو محمد زين تمام زين تمام بتشارك ويانا زين سؤالنا ان شاء الله راح يكون سهل عليك اول شيء خبرنا شو تسوي في السوق يايس تحوط والله شوف طورك اليوم طوري ثريد يا سلام ما عزمتنا قربوا باكر خلاص باكر احنا فطورنا عند الريال ان شاء الله محمد زين ان شاء الله لا بالاسبوع قريب احنا قريب بيتنا قريب بس خلاص عيال جايينكم نحن زين ان شاء الله سؤالنا راح يكون خفيف عليك مثل ان شاء الله الفطور الطيب اللي انت فطرته اليوم ايش اخبارك في التراث يعني نص زين سؤالنا سهل سؤالنا عن الدعن تعرف الدعن شو الدعن اللي يرممون الدعن الاوليين شو كانوا يسكنون شو كانت بيوتهم من شو من حصى طين قبل الحصى شيء بعد حصى الحصى هاي اللي كانت في اليبال عريش يا سلام عليك العريش الدعن كان يسوونه من الدعن. سؤالنا يقول شو كانوا يسمون الإحبال اللي تمسك الدعن؟ شو كانوا يسمونها؟ كان لها اسم. والله ما أعرف. ها. يعني فكر يمكن تطلع بإجابة. تأخذ شوربة محمد وأبو أحمد؟ ناخذ شوربة. إنزين. أبو أحمد. شو تشور علينا؟ الإحبال اللي كانت تمسك الدعن. طالع من الليف. هي من الليف زين ابو محمد انا اقول يريد يريد ايه ها وانا اقول لك المزفن ابو احمد قال لك الليف ابو محمد شو قلت يريد يريد المزفن يعني وانا قلت المزفن المزفن انت اختار اجابه عطناك ثلاث اختيارات الليف ايه تاكد يا ريال تأكد. فكر لا تستعجل خذ راحتك فكر ها خذ راحتك وأحمد راحتك قال اللي يريد ايه اللي يريد اكيد ها انا غير اجابتي انا اقول المزفن ايه ها الحين ابو محمد سوى شراتي المزفن ايه تبعته المزفن ولا الليف المزفن ولا الليف مزفن الليف ولا المزفن لا المزفن شو هو المزفن هذا اللي يربطون فيه الحبل اللي يربطون فيه الدعن ايوه خلاص ما بتغير لا ما غير تاكد 200 200
ما يحتاج. ما يحتاج. يعني ما نعاشيك. لا لا. والله تستاهل. عطونا جائزتك يا شباب. هذه جائزتك وصلت. جائزتك مقدمة لك من قناة الشرقية وهيئة الشارقة على التلفزيون بقيمة 1000 درهم. عليك بألف عافية. الله يعافيك. واستانس في السوق. إن شاء الله. يا مرحبا. حياك الله. جزاكم الله خير. حياك. المزبن. مزبن. قلت له اليريد أول شيء. اليريد غير. أنت عاطني اللي هو على علي. اليريد أنت عليك المزبن أبو أحمد. لك أنت. اليوم أنتوا حاولتوا أنكم تغيرون في الإجابات ولا؟ لا. تبغوا تخربون على الناس، تبغوا تسككونهم في الإجابات. الحين علومنا مع كل اللي كانوا في السوق خذناها وياهم. خذنا ما نفيدهم معلومة. الله يخليك. والحين بنوديكم مكان نجلس ونسولف فيه. وناخذ ختام يومنا في السوق القديم. يا مرحبا. يلا حياك. 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 بسم الله. عاد الحين باك تعدل المزاج يا ابو احمد. ولا؟ ابو محمد احنا ما بنعدل المزاج الا بقصيده. ابو محمد ايه شو تقول؟ يقول حي هبوب يا من الخور. من الخور. حي بهبوب يا من الخور. يا سلام. ورق نظير العين شرتاه. الله الله. وانا ست قلبي دق سنطور. وانا ست قلبي دق سنطور. يا مرحبا بالزين حياه. يا مرحبا بالزين حياه. حياه. بيني وبينه حزه بحور. بيني وبينه حزه بحور. مظنون عيني وين بلقاه. بلقاه. مظنون عيني وين بلقاه. حي بهبوب يا من الخور. ورق نظير العين شرته. سوالف. يا سلام. زلمت. زلمت يا ابو احمد. الشعر. عاد ابو احمد توك انت تقول لنا قصيده واحنا جايين هالمكان. شو كنت تقول فيها؟ نيازر. شوقنا. قلت يا طارش يقوم شد حايل. حايل. اثنى على الشاعر تحية. تحية. والما حضر يوم الفعايل في ديه ما تنسك ندية. يا سلام. سلمت يا ابو حمد. يا سلام. زين عاد اليوم بتخبركم ابو احمد ابو محمد. نعم. يوم نرمس عن التراث. نعم. نرمس عن تاريخ الاوليين. ونعلم الناس اللي هنا اللي ما عندهم هالعلم وعندهم هالخبر. اليوم البعض يقول لك شو اهمية ان احنا نعرف هالمعلومات هذه. شو ترد عليهم ابو محمد؟ هذا تراث. هي. وهذا تشجيع. هي. وهذا سوق. وهذا ايام مبروكه. هي. ويقول لك اللي ماله اول ماله تالي. ماله تالي. ايوه. هي. فهذا التراث لازم يزوروه. صح. وهذا السوق اللي انصرف عليه وانتعب عليه استوى لمن؟ للناس. لهذا السكان واللي جايين واللي قادمين من كان بر من كان بحر من كان الجوار البلاد اللي مجاوره. فهذا السوق هو استوى للناس. هذا المكان طال عمرك. هذا المكان كان واحد اسمه احمد بن ناصر. احمد بن ناصر. هنا احمد بن ناصر يخدم السلاح. هي. اي تنكسر ولا مسمار ولا اول ولا ثاني. هي. احمد بن ناصر. نعم. احمد بن ناصر. احمد بن ناصر. سلام. صناع سلاح. صناع سلاح. وفي راس الخيمه واحد اسمه بن سراي. بن سراي. اي نعم. يا سلام. هاي بنينه خدمه. شارجه في شارجه بعد. الشارقه انا ما اعرف لك. الفورة. انا اعرف عن راس الخيمه واعرف عن الخور فكان. والله انها معلومه طيبه يا ابو احمد. في الشارقه. مره. وفي راس الخيمه واحد اسمه بن سراي. زين الحين ابو احمد وابو محمد بنقول للناس. نعم. ذهبوا معلوماتكم. نعم. قروا في التاريخ. نعم. وعرفوا تاريخ وتراث المنطقه الشرقيه. تراث. وحياكم في السوق القديم. نعم. ونحن الحين. ايوه. بنهبش ان شاء الله. حياكم. حياكم.